عزيزي المشاهد، برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح، تلميذ لأعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه، وبيدعوك أنك تكون له تلميذ. تلميذ مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الأسئلة، لكن تلميذ معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياة التي عاشها المسيح، تسمح له أنه هو يعيش فيك. وعشان تقدر تعمل كده أنت محتاج لمجموعة، مجموعة زي المجموعة اللي المسيح صنعها، مجموعة من كنيستك، من المؤمنين اللي حواليك، تجتمعوا مع بعض، تسمعوا مع بعض، تصلوا مع بعض، تشجعوا بعض أنك تطبقوا الحياة ديت وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيكم. صلاتي أن ده يتحقق معاك. أمين. عزيزي المشاهد، أرحب بيك. أحبائي، أرحب بيكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح، حلقة جديدة بنواصل رحلتنا فيها أن نكتشف الحق. تعرفون الحق والحق يحرركم. محدش عاش وعلم الحق قد المسيح، عشان كده قال أنا هو الطريق والحق والحياة. هو الطريق إلى الحق، هو الحق، والحق ده بيخليني أحيا، بيخليني أعيش، بيخليني أختبر يعني إيه الحياة في صورتها الكاملة. ناس كتير نصف أحياء، وناس كتير أموات بالذنوب والخطايا. عشان كده الدعوة دي أن أكون تلميذ للمسيح، أن أتفرج عليه وأن أبص عليه وأن أسمع منه وأن أفهمه وبعدين أدركه. ودي النقطة اللي هنتكلم عنها في رحلتنا بالذات المرة دي، قلناها كتير في سكتنا لكن هنتكلم عنها بتفصيل المرة دي، لأن فكرة إدراك الحق، إن الحق ده يتحول من هنا إلى هنا، المسافة دي صغيرة قوي ما بين عقلي وإنساني الداخلي. أنا مش بتكلم عن القلب كعضلة، طبعا انتوا عارفين أنا دكتور ففاهم إن دي عضلة ما فيهاش حاجة، لكن احنا بنتكلم كلمة قلب زي ما قلنا لباب معناه الإنر بينج، الإنسان الداخلي، الشخصية، الكيان الروحي والنفسي اللي راكبين في بعض، ده الذي يميزك عن كل إنسان آخر. جسمك يميزك، طبعة صباعك دي غير الناس التانية. دلوقتي بيعرفوا الناس من البصمة بتاعت الرتنة الشبكية بتاعتهم، لكن بصمة الشخصية هي أكثر ما يميزك، هو ده أنت. وإحنا ابتدينا رحلتنا من أنا، فاكرين؟ قلنا من أنا، واتفقنا ان الفصل ده في مدرسة المسيح تحت عنوان شفاء النفس، فصل خاص جدا ويختلف عن كل الفصول الاخرى لانه مليء بالحساسية الشديدة، لانه بيتكلم عن جراحي، عن ماضية، عن شخصيتي، عن مشاعري، عن تفكيري، عن القيم، عن الموازين اللي بقيس بيها الحياة، عن العوج اللي انا موجود فيه. في ناس كتير العمود الفقري بتاعهم معوج وبيعانوا معاناة رهيبة بسبب الحكاية ديت، لما يحصل لك سكوليوزيس ولا ما يحصل لك مش عارف ايه في العمود الفقري، لا عارف تنام ولا عارف تقعد ولا عارف تمشي ولا عارف تعمل ولا حاجة خالص، لما بيحصل بقى انحناء في تركيب الشخصية، ألم رهيب، ألم رهيب. وقلنا اللي بيبين الانحناء دوت هو الزيج، زان الخيط، ده اللي بيبين العوض. ما بكتشف دي المحبة الإلهية، ده الحب اللي يخلي القلب مليان أمان وقبول وثقة وقدرة بالاستمتاع بمحبة الله وبمحبة الآخرين وبالمصالحة مع نفسي. أنا مش عارف أستمتع بأبوة ربنا لأن الأمور والجروح والرسائل الغلط شوهت صورة ربنا. أنا مش عارف أستمتع بالآخرين لأني بيت خايف، ما عنديش ثقة في الآخرين، كل اللي عمالين نسمعه دوت، أثق في مين؟ أثق في مين؟ فاكرين لما قلنا الشخص اللي تحت الجدران المايلة ده على طول الخوف بيحجزه، بيخليه مش قادر يستقبل محبة لأني ما عنديش ثقة في الآخرين، لا قادر أستقبل من ربنا ولا قادر أستقبل. ده العوج اللي في الشخصية، مؤلم جدا، بس أنا من كتر ما أنا اتعودت على العوج ومن كتر المسكنات اللي باخدها مش واخد بالي. دعوة للشفاء، دعوة إن ترجع داني
شخصيتي ونفسيتي ومشاعري وإنسانيتي تستقيم وأعرف أمشي في خطوط مستقيمة. الأبرار يسلكون فيها، المنافقون يعثرون. في رحلتنا لاكتشاف الرسائل السلبية قلنا في نبي وفي نبوة، وتكلمنا الأنبياء أولهم الآخرين، فتكلمنا عن الأهل، وبعدين تكلمنا المرة اللي فاتت عن الأقارب. النهاردة هنكمل رحلتنا وهنحاول نخلص شوية بدري عشان نسمع أسئلتكم اللي أنا حابس أنفاسكم شوية، لكن عشان نلحق بقدر إمكان الأسئلة هتزداد اتضاحا وإحنا بنبحر في دراستنا ديت. النوع الثالث من الآخرين اللي ممكن بالذات في سن معين يجرحونا، بعد ما بكبر وبروح المدرسة وبحتاج لأصدقاء، بحتاج للشلة، فاهمين؟ الأول أنا محتاج للعيلة، بابا وماما وعيلتي، وبعدين بكبر شوية عايز شلة، عايز أصحاب، والشلة دي موجودة أساسا في المدرسة أو في النادي أو في مدارس الأحد في الكنيسة، فدي الأصدقاء، بقيت عايز أصدقاء، ده تكويني الفسيولوجي وتكويني النفسي. إيه اللي ممكن الأصدقاء يجرحوني بيه؟ الأصدقاء ده مش واحد كبير، ده مش نبي، ده مش كبير، ده مش بابا، ده مش ماما، ده مش جده، ده مش تيتا، ده مش الكبير، لكن على بعض الأصدقاء بيكونوا حد كبير لأني محتاج لهم في السن دوت، فتأثيرهم عليا برضو هائل وقريبين قوي مني. إيه المشاكل اللي ممكن أستقبلها منهم توصل لي إحساس بالرفض والقلة والجروح اللي تكلمنا عنهم؟ السخرية والاستهزاء، لما أبقى أنا سخرية المجموعة لأني كنت سمين شوية، لأني كنت رفيع زيادة، لأني كان فيي أي حاجة، فكنت التريقة بتاعت المجموعة، صعبة قوي. مرة تانية بحس بالإيه؟ بالدونية، أنا اللي بيسخر مني، أنا اللي أقل من الباقيين. أو خيانة صديق، كانت البيست فريند بتاعتي، كانت أحسن صديقة ليا، وكنا ماشيين مع بعض، وبعدين فجأة سابتني وصاحبت حد تاني، صح كده؟ وانا عيل صغير، فبيوصلني رسالة بإيه؟ لقيت أحسن إيه؟ لقيت أحسن مني، أنا مش أهل لصداقتها، أنا حبيتها قوي وتعلقت بيها قوي، بقيت إيه صاحبتي، أو في الولاد ده بقى صاحبي، وبقينا ماشيين مع بعض، وبقينا البادي بتاعي، فاكرين الكلمة دي، يعني ده ماي بادي، يعني ده حتة مني، وبعدين فجأة خان الصداقة، خان العشرة. بتوصلني رسالة، مش إن هو وحش، الرسالة بتوصلني إن أنا إيه؟ أنا اللي وحش، أنا ما استاهلش، أنا دون المستوى، لا أحد أحسن مني. خلي بالكوا تاني، مبنية على فكرة المقارنة، في حد أحسن مني. الاحتمال الثالث والأقصى أني أترفض بقى من الشلة، يقولوا لي باي باي. أحكي حكاية تعبر عن الفكرة دي، صعب قوي. عيلة عندنا في الكنيسة من الناس الجمال قوي، بنتهم رجعت ليهم مرة من المدرسة بتعيط تعيط 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 تعيط، فمامتها قالت لها مالك يا حبيبتي؟ قالت لها مامي انا النهارده واحنا بنلعب في الفسحه قالوا لي انت مش هتعرفي تلعبي معانا اللعبه دي. قلت لهم ليه؟ قالوا لي اللعبه دي للبنات الامامير بس، مش البنات كيدهن عظيم يعني الحقيقه، فهيلعبوا لعبه للبنات الحلوين بس. انا نفسي اعرف ايه اللعبه دي، لغايه دلوقتي ما عرفتهاش، ايه اللعبه اللي ما حدش يلعبها غير البنات الحلوين، وانت مش اموره قوي فمش هينفع تلعبي معانا اللعبه ديت. بصوا الرساله، مش هتلعبي معانا عشان انتي مش اموره. بالالم كده على طول. الام عندها وعي تربوي، وبعدين قالت لها وانتي تصدنتي قمر، والبنت تبص لها كده قمر قمر طبعا، ده انت اموره قوي، بيضحكوا عليك يا بنت اوعي تصدقيهم. فاكرين ان الرساله السلبيه لازم نعمل ايه؟ 10 مرات نعدي عليها، رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي، لغايه لو عديت مره واحده ما تكفيش. لما اضربك بطلق ناري طلقه واحده تعورك، عشان اعالج الطلق ده عمليه وساعات وبنج وقصص ونقل دم. أرجو نفهم الفكرة دي. فالأم لحقتها وابتدت تداوي 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 الرسالة، ياما ده بيحصل ما بكلمش
وما تقول لي سيبك منهم يا شيخ ولا بلاش دلع يعني ده موضوع عبيط. مش عبيط مش عبيط, ده طلق ناري, ده خنجر ونفذ, لأن بيوصل الرسالة المدمرة للنفس البشرية. أربعة, القادة والمدرسين في المدرسة في بيسموه البير بريشر, تأثير المجموعة, صح؟ تأثير المجموعة, السخرية, الخيانة, الرفض. لكن في المرحلة ديت في ناس مجموعة تانية بيلعبوا دور كبير قوي, المدرسين والقادة. ففي الكنيسة مدرس مدارس الأحد, القائد الكبير, وده بالنسبة لي بقى نبي, مش كده؟ لأن ده اللي بيكلمني عن مين؟ عن ربنا. وفي المدرسة ده الكبير بتاع المدرسة, ده اللي بيعلمني, فاهم؟ ده المدرس. ومن علمني حرفا صرت له عبدا, وده حقيقة. انت بتفتكر كويس قوي مين علمك ايه ومين كرهك في عشتك في ايه, صح كده؟ خلينا نحط بعض النقط. ممكن الرسائل السلبية تكون ايه من المجموعة ديت من البشر؟ القسوة, القسوة. انا فاكر مدرس الانجليزي كنت بتضرب منه كتير قوي ولا كان يدينا نسمع, وانا مش بتاع الحفظ, انا مش بتاع حفظ, ما اعرفش احفظ, فهمني افهم, لكن احفظ احفظ وبعد خمس دقايق انسى. وكانت اصعب عليا حاجه في الطب في الدراسه ماده الفارماكولوجي, لانه عباره عن اسماء ودوزس وجرعات, فانا الحاجتين دول هم اللي ما اعرفش افتكرهم في حياتي, الرقم والاسم. فانا مطلوب بقى احفظ ارقام واسماء. فاكر قبل الامتحان كان في حد عندنا حوالي مش عارف كام روشته نحفظها, وبعدين تيجي لنا خمسه نكتبهم. قعدت احطهم واحفظهم واسمعهم, جم خمسه في الامتحان دخلتهم كلهم في بعضهم, انا ما بعرفش احفظ. فيعني فكان بالمسطره كان كده وطق وبسن المسطره عشان توجع. فالقسوة, قسوة تخليني أحب المادة دي, صح؟ تخليني أنجح, أكرهها العمر كله وأخدها ملحق مدى الحياة, تلاحقني مدى الحياة. النوع الثاني السخرية, يوقفني كده يقول ده الواد الغبي, ده الأراجوز بتاع الفصل, ده التخين الفشلة بتاعنا. بيحصل, فيسخر مني على الملا. أجاوب وبعدين يقول إيه ده أنت, أنت عارفين ها, أنت فاهمين, تتخيل الجملة اللي بعدها, أنت ما بتفهمش يا واد أنت, إيه ده أنا مش رايح لك هادي, أقعد 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 ما ترفعش إيدك تاني, مش هرفع إيدي تاني خالص, حطها في جيبي بقى لازم الحياة. أنا طفل صغير, اللي بيكبرني إنك شجعني, قل لي أنا كويس هبقى كويس, قل لي أنا ذكي هتحسن, قل لي أنا شاطر هتحسن, قل لي أنت جود بوي هوريك إن أنا هكون جود بوي. على قد ما إن الكلام الإيجابي بيدفعني للأمام, على قد ما إن السخرية والكلام الهزلي بيضيعني. إحنا كتير قوي عشان نهزر نتريق على إيه؟ على بعض. شين يعني ايه؟ يعني بتطلع مواس شرح في بعض ونضحك, والضحكة بتبقى بعد ما عورتك ألم على وشك وانت تضطر تضحك طبعا عشان كرامتك يعني. السخرية على طول هتسيب جوايا صغار نفس. تمييز, ده الألفة, ده الشاطر, دي الأمورة بتاعت الفصل, دول الخايبين. فالتمييز هيأدي برضو لصغر نفس, لأني أحس أني دون المستوى, أني أقل من الآخرين. بتحفر جوايا, بالذات بقى ده تقلي في البيت وتقلي من أصحابي وتقلي من المدرسين, مظبوط كده؟ فعبارة عن خبور, وده بيضرب وبعدين التاني راح ايه ضرب والتالت راح عمل ايه فدخل, فتسمرت في الحيطة. فأنا تسمرت في الحيطة, تعوكت, لأن واحد بيخبط وبعدين تاني بيخبط وبعدين تاني بيخبط, فالميل عمال يزيد جوايا. وأنا بصدق
بصدق الناس، بصدق الرسائل السلبية ديت. مشكلة الأكبر من كده الرفض، إني أترفض من المدرسين، أترفض، اطلع برا. في ابتدائي أنا كنت شقي قوي، كنت زعيم الشلة، فكان عندنا شلتين، فكان عندنا، وبعدين النظرة لسبب أو لآخر حد ده ريبورت يعني إن عايزة المدرسة تبقى آمنة ومستقرة، فآخر سنة قضيتها في المدرسة ديت ما رجعتش المدرسة تاني. الفسحة كلها بتذنب عند باب المدرسة، عند باب النظرة، تخيلوا الإحساس دي، الفسحة اللي هنلعب فيها أنا متذنب وكل العيال تحتي بيلعبوا، حفاظا على أمن المدرسة واستقرارها. اسمحوا لي نسمع شهادة الإحساس العميق بالرفض ده بيولد جوايا من القادة، من المدرسين أسهل من القادة الروحيين، لأن القائد الروحي بيبقى شخص كبير وبيمثل أكتر من ربنا، وكل ما بقرب ناحية إن ده بيمثل ربنا بصدق الرسالة، بصدق النبوة، لأنه جوايا بيبقى نبي بس هو مش ربنا اللي قال له يقول اللي عمله، عشان كده بنسميها نبوة إيه، والنبي ده إيه. نسمع مع بعض. مجد المسيح كان في رفض كمان من الكنيسة جامد جدا، من حتة عالية جدا، بوزيشن جامد جدا في الكنيسة. أنا اتصدمت، البوزيشن ده قال لي أنت هتعرفي ربنا من خلالي، فالبوزيشن ده رفضني شخصيا وقال إن أنا مفيش نفع مني، واتطردت ومشيت. فأنا مشيت بقى مش عايزة ربنا تاني، أنت لو كده يا رب بتهين، أنا مش عايزاك. فرجعت أسوأ من الأول. مجد المسيح. حتى الكنيسة يعني كنت فاكرة أنه يمكن في البيت الدنيا بايظة وبابا وماما، لكن برا البيت لما ابتديت أروح الكنيسة وابتديت أدخل جروب كنت مربوطة في أمر ما في حياتي، خطية معينة في حياتي، وما كنتش حابة أحكي عنها لحد. ولما أخدت القرار أن أروح أحكي للقائدة بتاعتي وأقولها عشان تساعدني وتخليني أبطل، لأني كنت حاسة أنه دي عاملة عائق في حياتي، ابتدت تاخد قرارات غريبة ما فهمتهاش. زي أن هي ودتني لحد أقعد معي أحكي معي، ولما روحت للحد ده وحكيت معاه وقعدت معاه فهو قال انه علشان نساعدها او علشان تبطل الامر ده لازم يبقى فيها عقاب. هو قال ولا هي اللي قالت؟ هو قال وهي قالت، هما الاثنين قالوا نفس الجمله انه لازم يبقى فيها عقاب. ولما سالت يعني ايه عقاب قالوا لي انه دي ممكن تكون حاجه يعني زي حافز او زي حاجه تساعدني انه لما تحصل انا بطل بسرعه. وايه الحاجه دي؟ هو انه اتقطع من المجموعه واتقطع من الخدمه. اتقطع من المجموعه؟ ممنوع احضر المجموعه. ممنوع احضر المجموعه وممنوع اخدم، اتفصل من هنا ومن هنا، ولما يحصل ده هحس ان انا لوحدي، فاحس ان انا لازم اخد خطوات بسرعه قوي انه اكبر. ولما قطعوكي من المجموعه ومن الخدمه وبقيت لوحدك انتصرتي على الحاجه الغلط خالص؟ حصل ايه؟ بالعكس انا تماديت. انا يعني انا ما قدرتش اكمل السكه، وفي نفس الوقت ما قدرتش احضر الكنيسه تاني واشوف الناس دي بتقف على المنابر وبتقدم وبتكمل. الامر كان بالنسبه لي اتخبطت انه الناس اللي تعرف ربنا والمفروض ان هي بتكمل خطه ربنا على الارض هي أول ناس اللي رفضتني وسابتني في حتة إن أنا بعمل حاجة غلط.
انا مش بقول انه الناس تشجعني او تكمل جنبي وانا بعمل الحاجه الغلط، بس انا بقول انه يعني انا كان نفسي حد يقف جنبي، وكنت بتكلم عشان حد يساعدني مش عشان حد يسيبني. طيب انت قلت لنا ثلاث قنابل، رفض ماما، قسوه بابا، رفض الكنيسه، وظنا منها انه الرفض ده هيقومني. فانت عندك ثلاث رسائل رفض وصلوا لك، عملوا ايه جواكي؟ انا بعد الوقت ده وقفت قدام ربنا قلت له انت مش بتحبني وانت السبب في كل اللي انا فيه، وانا مش بحبك ومش عايزك، ولو المؤمنين اللي انت حاططهم في الكنائس بيعملوا كده انا مش عايزك. واما عن بابا وماما انت اللي اديتهمني، انا ما اخترتهمش، فانا كمان مش عايزك. كان وقت صعب قوي. ده ناحية ربنا، بينك وبين نفسك حاسة بإيه؟ ما كنتش بحبني، ما كنتش عارفة أحبني، ما كنتش عارفة أقبلني، وكنت دايما بقول لنفسي لما أقف قدام المراية لما الناس اللي حواليكي مش قابلينك أنت بتحبي نفسك على إيه؟ أنت ما فيش أي حاجة تتحب. مشاعر وجعاكي، ايه اكتر احاسيس جواكي بتوجعك؟ اني حاسه ان كل الناس بتمثل، محدش بيحب حد زي ما المسيح بيحب، حتى الناس اللي بتخدمه والمفروض تبقى زيه ما بتعرفش تحب. الحب بقى عند كل الناس مشروط، وانا لو بعمل حاجه حلوه انا بتحب، لو انا وحشه انا مش بتحب. ومش هو ده اللي بيعلمه المسيح خالص خالص. أكتر حاجة جوايا إني صورة الحب جوايا اتكسرت، حتى مع إني بحاول أصلحها دلوقتي بيني وبين ربنا، بس لسه جوايا إني الحب مكسور. بحاول أبص على ربنا بس، بحاول أرفع عيني عليه هو بس، بس ده صعب قوي أنا مش قادرة أعمله. حتى محبة ربنا ليا كنت بحس بعد أوقات كتير إن هي مش حقيقة، والمعلومة اللي كانت بتتعني إنه لو أنتي الوحيدة اللي كانت موجودة في الدنيا كان ربنا هيجي عشانك، أنا ما كنتش كتير بصدقها، وكنت بحس إن أي كلام اللي بيقولوه ده دي مش حقيقة.
احنا اتأثرنا بالطريقة اللي العالم بيفكر بيها. لما ابني بيغلط في الكنيسة بعمل نفس الفكرة، بعاقبه مش بأدبه. التأديب ممكن أحرمه من المصروف، لكن العقاب أطرده من البيت. فاهمين الفرق الاثنين؟ فالأخت ديت صدر حكم عقابها، والعقاب بيقوم، العقاب بيدمر. أطردها من المجموعة؟ مين يقف جنبها؟ هي عندها مشكلة، هي عندها خطية مستعبداها، عندها إدمان لحاجة معينة، دي محتاجة حد تتسند عليه، مش محتاجة تتساب لوحدها، صح كده؟ فدي رسالة الرفض. اخرج، اخرج فين؟ ده الوقت اللي تحضني فيه مش الوقت اللي تمشيني فيه. احنا بنتصرف كتير جوه الكنيسة بالطريقة اللي العالم بيفكر بيها، بالمقاييس المعوجة، بالقوانين الخاطئة، مش بالقانون الإلهي. فبتبقى مصيبة بقى، لأننا باسم المسيح بنوصل رسالة رفض وحب مشروط وعقاب بدل تأديب. تأديب باخدك في حضني وطبطب عليك وبوسك، وأنا بضربك أعيط معاك وبوسك بعدها وأقول لك أنت أحسن واحد في الدنيا، مش أقول لك قرب إيه بعيد، مش أقول لك ما فيش فايدة منك ما تجيش تاني هنا. بعض الإخوة اللي ربنا اداني أخدم حياتهم نقعد مع بعض ونتكلم ونصلي وتحمس وأقول أخ بعدين يروح يقع، فكلمه مالك؟ يقول لي وقعت يا قسيس. أقول له ولا يهمك هنكمل تاني. فهنعمل تاني تاني تاني، يروح يقع، فكلمه أنت فين؟ يقول لي وقعت يا قسيس. وبعدين يجي يقول لي أنت بقيسش مني؟ أنا قست من نفسي. لو أنا قلت له أنت أنا يأسن منك هتبقى إيه؟ دي النهاية. هو عايز يسمع مني ايه؟ انا ما يقسش، لان ده اللي هيديله ايه؟ امل. في حد يروح للمسيح في المسيح يقول انا قست منك ما تجيش تاني؟ المسيح يعمل كده؟ لو احنا عملنا كده الناس هتفتكر ان ده راي مين؟ راي المسيح. خمسة، الوالدين، العائلة، أصدقاء، مدرسين والقادة. العلاقات العاطفية، كبرت وبقيت شاب وبقيت شابة وعايز أحب وأتحب، ودلوقتي الناس ماشيين اتنينات، ده النظام في الجامعة، ماشيين اتنينات على كوبري قصر النيل، اتنينات دلوقتي اتنينات، واللي مش ماشيين اتنينات يبقى في حاجة غلط، صح كده؟ ربنا يستر. فبدخل في علاقات عاطفية، بالذات بقى أنا مجروح ومش محبوب، فبدور على كلمتين حلوين من ولد بقى. وفترة المراهقة مهمة جدا، ليه؟ لأن فيسيولوجيكال الإنسان وهو طفل بيبتدي يكتشف نفسه، فالايدنتيتي كرايسيس بالذات بعد الشهر ال11 بيكتشف الطفل انه كائن مستقل عن امه. ما بين الشهر 9 وال11 الطفل بيكتشف انه كائن، بيبقى فاكر هو قعد 9 شهور في بطن امه، فبيبقى بعد 9 شهور بعد الولاده بيفتكر انه لازال حته منها. لما بيكتشف انه كائن مستقل وبيخش في السنه 2 بنسميها التيربل توز، مرحلة السنتين يتحول الطفل إلى تيربل، إلى صعب أو 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 أو، وبنجهز الأهالي خلي بالك ده اسمه تيربل توز، استحمل، لأنه ابتدى يكتشف أنه كائن مستقل ومش فاهم، مش عارف يتعامل مع الحكاية دي. وبعدين عداها واكتشف هو مين ومفروض بقى الأمان والحب مفروض يعني الكلام ده. وبعدين طلع للمراهقة، المراهقة ابتدى يحس بقى، ابتدى يميز أنا ولد ولا بنت. فدي إعادة اكتشاف النفس، فبيعود لمرحلة بيبقى فيها هش، ايه؟ vulnerable، هش
زي الطفولة، أنا هش طري، فالخبطات بتإيه؟ بتعلم. أنا بقيت هش تاني، وهش من ناحية معينة، من ناحية شكلي وقبول الجنس الآخر ليا. أنا بنت عايزة الولاد يقولوا لي أنت أمورة، أنا ولد عايزة البنات يقولوا لي يا واد اللي هو، فاهمني؟ فأنا عايز الجنس الآخر هو اللي قدرني ويقول لي كلام حلو ويمتدحني ويقرب مني ويحاول يعني يعني من هذه الوردة الجميلة. فالفترة ديت ببقى معرض فيها لجراحات عميقة جدا. نوعين من الجراحات بتحصل في العلاقات العاطفية المبكرة ديت. بيخشوا في علاقة هما الاثنين صغيرين، كويس؟ فبيعملوا ايه في بعض؟ بيلطشوا معاهم، يقولوا كلام حلو، وبعدين حد يعمل حاجة كده مش لطيفة، يروح التاني عامل فيه ايه؟ مديهم له. تروح هي عاملة فيه ايه؟ مديها له، صح كده؟ تصدق مش راجل، تصدق مش عارف ايه، ده انت اللي مش طا 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 طا. فايه بقى؟ نتراشق. بس كلها خناجر بقى، لان ده اللي بيقوله الطرف التاني هو كلام نبوة. فحتى وقت الخناق انا ما اعرفش ده خناق ولا مش خناق، ده حبيب القلب قال لي انت اموره اموره، قال لك انت مش عارف ايه، بقيتي انت ايه. وخلي بالكو بتقولي ما هو قال لي كلمه حلوه، ما هو الكلمه الحلوه ما بتعلمش، اللي بيعلم الكلام الايه؟ الوحش. خلي بالكم من الحكايه دي. هو ليه انا تعبت؟ ما هو قال لي كلام حلو. لازم الكلام الحلو يبقى 10 اضعاف الكلام الوحش، ولا الكلام الوحش اللي يفضل والكلام الحلو يعمل ايه؟ يتبخر يروح. افتكر كده ان الطلقه مش علاجها نضرب طلقة من الناحية التانية. لعلاجها بنفتح ونخيط. قصص قصص زي الخطية، أجرة الخطية موت، علاجها فداء وكفارة قصص. نفس الفكرة. الاحتمال التاني، بعد بقى ما خد وهات وخبطنا في بعض ورزعنا في بعض، نعمل ايه؟ واحد فينا يسيب التاني. انا زهقت منك بقى وخدي فاهم، احنا ما اتخطبناش ولا حاجه، ها خدي اللي ليكي وخدي الجوابات وادي الصور ونحرقها ونحرق المراكب. التاني بقى اللي بتساب ده بيتساب يبقى ايه؟ اشلاء. لانه تاني رساله ايه؟ رفض. الجراح إساءات، كلام سلبي، كلام سلبي، مقارنة بيني وبين الناس، كلام سلبي. لكن النهاية المؤسفة أني سبت، دي رسالة إيه؟ رفض شديدة جدا، ومن الجنس الآخر، من فتى الأحلام، بالذات من حبي الإيه؟ الأول. وآه من الحب الأول. أفلام وروايات عنه جعلت له قدسية خيالية، فتأثيره عميق جدا جدا جدا. دي العاطفة الأولى، ده مش الحب اللي حصل، ده دي مشاعر، ده مش حب. الحب أعمق من كده بكتير يا أولاد. الحب ده عطاء الذات، الحب ده لا يوجد حقيقة إلا في زواج سعيد. الحب الحقيقي الحقيقي بيوجد في زواج سعيد. العلاقات العاطفية المبكرة دي مشاعر، مشاعر، عشان كده بتوجع قوي، لأنها مشاعر، مشاعر، عواطف. بدل ما أحكي حكايات لأن عندي منها كتير، أفتكر الأفضل نسمع ناس حصل معاهم كده. مجلس المسيح. الكلام السلبي اللي كان بيتقال لنا او بيتقال لنا بالذات ان انت اصلا يعني عالة يعني، وعشان تعيشي لازم تدفعي. فتربيت وعشت ان انا ادفع عشان ياخد. لما بقيتي شابة كده وابتدى يبقى عندك رغبة في علاقات عاطفية، حصل ايه؟ حتى في العلاقة دي كنت أنا بشتري الحب، حتى لو كان تمنه غالي شوية أو ما ينفعش الدفع.
فأنا عشان بس أقول يا ناس أنا موجودة، أنا حد عايز يتحب، حد عايز يحس إن هو موجود وعايش، لازم كنت أدفع تمن. أنا ما كانش فيه توعية وما كانش فيه حد بيقول إيه الصح وإيه الغلط، ما حدش قال لي إن أنت موجودة، أنت عايشة، حد بني آدم حد. فكنت بضطر إن أنا أعمل علاقات حتى لو أنا عارفة إن ده مش صح. عشان تسمعي كلمة حب. عشان أسمع كلمة حب. أثرت إيه الحكاية دي في نظرتك لربنا؟ بقى ربنا إيه؟ أنا ما كنتش أعرف يعني أحب ربنا، ما كنتش أعرف يعني ربنا بيحبني، ما كنتش أعرف ولا كنت عايزة أعرف، لأني حياتي كلها دراما من 8 سنين ومن 7 سنين لحد ما كبرت، فما كنتش أعرف يعني إيه حد يحبني من غير ما ياخد مني حاجة. ففي نظرك ربنا كان برضو حبه ليكي مشروط؟ يعني لازم تدفعي حاجة عشان يحبك؟ كان في نظري كنت أسمع من حواليا لازم ما تكذبيش وما تحلفيش وما تسرقيش وتعمليش حاجة غلط عشان ربنا يحب، وبالتالي مش مستحيل يحبني. بالظبط، كنت ده هو ده السبب الأساس اللي كنت ببعد عنه، ما كنتش قادرة، لأني أنا كنت شايفة أني أنا ربنا هيبقى الواحدة إزاي في الطينة. القطر ده خدك لغاية فين؟ لأسوأ، لأسوأ. ما كنتش حاسة ان انا عايشة اساسا، لان مفيش حاجة غالية عندي خالص، حتى ربنا بيقولوا ربنا ده ازاي عظيم وغالي عند الناس، انا مكنتش عارفة انه غالي خالص، كنت دايما اخاف منه. انا معرفتش احب ربنا خالص، كنت دايما اخاف من ربنا عشان انا عاملة حاجات غلط كتير، وما كانش ينفع ان انا اروح لربنا خالص، مش هيعرفني ومش حتى يرضى بي. فحاسه ان انا متوسخه قوي قوي قوي، الله ده بعيد بعيد، مش هيقدر حتى يبصلي. اتربيت ان الحد كويس بس والحلو اللي ممكن يتحب، ولا اللي زي ما ينفعش يتحب. فهي دي الرساله اللي كانت واصله دايما، مش من ربنا بس، كمان من الناس اللي حواليا. مجد المسيح. خلي بالكم ده تطور كبير دلوقتي في العلاقات العاطفية، ان دلوقتي في العلاقات العاطفية بقى بدفع وباخد، وعشان اخد كلام حلو لازم اقدم تضحيات، وعشان اخد طبطبة وحنية ما لازم اتنازل، لازم ابسطه عشان يبسطني. والبنت بطبيعتها بتنبسط بالمشاعر، والولد عشان ينبسط عايز لمس، وعايز حاجات قليلة الأدب، والبنت احتياجها للحب بيخليها تدفع. ما هو بقى حب كله مشروط، بقى كله بيع وايه وشراء، وده بيأكد نفس الفكرة، الحب مشروط، الحب سلعة، الحب بضاعة، الحب احتياج، مش الحب عطاء، مش الحب إشباع، مش الحب طهارة، مش الحب عفة، مش الحب اني احافظ على اللي قدامي، الحب اخذ، وامتص رحيقك ومص دمك، زي فكرة مصاص الدماء ديت اللي سمعنا عنها. وده اللي موجود النهاردة. فصارت العلاقات العاطفية أداة هائلة لتدمير النفس البشرية، بدل ما تكون علاقات جميلة بتبني الثقة في النفس وبتضيف قيمة للإنسان، بقت أداة أخرى في يد البشر يدمروا بيها بعض ويطعنوا بيها بعض في أجمل ما أعطي للإنسان، مشاعره وتكوينه وكيانه كولد، ومشاعره وتكوينه وكيانه كبنت. عايز أشكركم عشان متابعتكم لينا، عايز أشكركم عشان احتمالكم للقصص دي،
اللي هي قصتي وقصتك 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 عزيزي المشاهد. دي الحقيقة، دي الحقيقة اللي مش بنقولها، ودي الحقيقة اللي عايزين في رحلتنا دي نقولها بصوت عالي ونصرخ، نقول له يا رب تعال إلينا. بنفتح أبوابنا، بنفتح قلوبنا، بنفتح الماضي، بنفتح الحجر المغلقة، بنفتح مشاعرنا. احنا مش خايفين منك، بالعكس انت الوحيد اللي تقدر تطيب الخاطر، وانت الوحيد اللي تمسح الدمعة. لكن مش بس هتمسح دمعتي وتسيب الجرح ينزف، لا، انت توقف النزيف وتشفي جرحي وتتحول نقطة الكسر جوايا إلى أقوى نقطة في حياتي. إلى أن نلتقي عزيزي المشاهد غدا، خلي بالك اتفقنا أن حلقات هذا الجزء يومية وليست أسبوعية أو مرتين في الأسبوع، عشان تقدر تواصل معنا هذه الرحلة. هتلاقي على الشاشة أرقام تليفونات، ناس تقدر تتصل بيهم يساعدوك ويدلوك لناس ومشيرين تقدر تصلي معاهم وتروح معاهم الرحلة دي نحو الشفاء الحقيقي في المسيح يسوع. إلى أن نلتقي، ربنا معك، أمين. مجد المسيح. في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد، عايز أشجعك أنك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv. هتجد كل الحلقات موجودة، وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة، تقدر تتفرج عليها ستريمينج، تقدر تلاقيها وورد، تقدر تلاقيها كشيت عشان تحل وتبعته لينا مرة تانية، تقدر تلاقيها PDF، تقدر تلاقيها PowerPoint، أو تقدر تحملها لنفسك على أساس أنها تكون MP3 عشان تقدر تسمعها، أو تكون للآيبود بتاعك، أو تكون للآيفون بتاعك، أو تكون كمان ويندو ميديا بلاير. والسي دي هات، الدي في دي هات هاي كواليتي، موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الآن، فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لأصدقائك. إلى أن نلتقي، ربنا معك.